على ما يجي عزيز خلنا. وين راح يا عزيز؟ ما موجود موجود. مو عزيز موجود صح؟ الو عزيز. عزيز. وهدي فجأة. ليفل 25. عزيز ما نسمع ترى اذا حاط ميوت. ليش غيرت ميك غريبة يامي؟ لفلتها ليفل 3. زين. الو اكتب لي بيركس حق السبرنت. يا البواقين طايق بس مو بس سبرنت عنده ثلاث اشياء زينين. لا انا بس سبرنت بس انا بيركس البيركس عندي بيركس زين وادرلين والاندرلين مو شنو؟ الاندرلين في اثنين اندرلين زين ما تحتاجه؟ انا ابي السبرنت بس. وين اندرلين؟ ما بحتاج. شو رايك بالسكن عزيز؟ نار جند القاتل. ما هو الاندرلين عرفته؟ ابيض هذا اللي يعالجك ويعطيك سبرنت 150% ويعالجك بوقت طلع. انا حاطه والله ينفعني بالميكس بس اخي الجديد هذه ما نفعتني بولا شيء يا اخي. حس سويته تعرف لما تسوي تاخذ شخصيه وشخصيه هذا عزيز بس على اخر شيء البواب ها جيت اي بس ينفعك حيل انت الحين مو شوف شلون قبل شوي عيدان عشان انت صح وانت بطلت البوابه توهق عيدان توهق عيدان تخيل لو كان عندك مثلا مال مق عيدان شو يصير فيك؟ تركض تركض انا بحط انا بسوي بلت يا بتسوي تكميم ولا من نفسك تضعف؟ لا تكميم تكميم ان شاء الله بحط بيكسين الجيك وبيكسين المق إيه حاولت كفاية على اللزوم يعني ماكو فايدة فلازم شوف عيدان شوف اللبس خاسي عجيب يا وين ماني ها؟ اي حقامي وانا ايش فيك مخمر اتاك كله وهذه اتاك بعد هيستوريا خاسي تعرف احنا فانز اتاك فانز اتاك ها؟ ارن ييجر شفت شفت موج سعد الرحمن بالديسكورد شوف ليدر ماله شنو حاط شوف ليش يروح امين يا رب جزاك الله خير اضغط على حمني ييجر هو طيب شنو حاط؟ حمني ييجر ها؟ شوف الهيدر 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 فوق حاط هانزو؟ لا الهيدر مو ال وين الهيدر؟ شنو حاط هانزو؟ غيره شنو؟ اضغط على اسمه ما ادري انا اشوف الهيدر اي والله غير شنو غير؟ غير الهيدر يحط هانزو الحين تي امس شنو كان حاط قبل امس؟ حاط كذي ايرن شي رافع شعره وورا شي مانجا يتحرك هذي كل يوم يغيرون ايه بعد نترو تعرف احنا فانز نترو على كيف نغير راحتنا هادي شو من داني غير بيتس اللي عندي هربر بوست بعد كل شيء كفو ما والله بيقعد معنا لليل ما راح يقعد معك لليل علشان الصيام مو ان شاء الله صيام متغطى ويلكم ويلكم يا احمد جهزوا نفسكم ترى باقي يومين على الخصومات ستيم
Yes. Stay in the castle. Oh hell no. Oh hell no. Right like. وانا انا يلا اشتغل ليش واقف على الفاضي؟ وايد فايت اللعب معلق عندي يلا I mean it's a right like ما ادري سالفة اللعب معلق عندي ما ادري ليش هذا ما هو لما دز صورة وتمرين كذي I mean it's a right like it's overrated ما ادري يقول عزيز ما فهم كل شيء اهم شيء ركز على الماكينة ركز على الماكينة ما لك شغل بعزيز تعرف هذاك I mean it's a right like يقول كان صار في المايلة بحديد I mean it's a right like ليش طلعت؟ يعني ليش اللي قافة؟ ليش اللي قافة؟ ليش اللي قافة اللي فيني؟ عادي مو انت يمكن انك دايق عرفت عشان كذي تتخيل اشياء وهميه من الصدق ترى هذه اللي تحطها بالارض ايش القاتل اللي يحط شيء بالارض؟ هذه ال ريح الكلب كله من اليوم والله قاعد حق اليوم بعد سعد سعد مو لا اليوم غبي اليوم غبي اليوم غبي يعني ما والله غبي شوف عيدا عيدا سعد ماوس عيدان بعيد 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 ايش فيك؟ والله بعيد عني حيل انا مشكلة بداية الخريطة ترى وديته بروح فجر جهازي زين كف عليك فجر جهازي انا اجرح حق مو يمديني يمديني ولا مو ف لا تقولي شالك كيف اساعدك مو يا ابو سعد يا زلمة فجر جهازي يا اخي يعني في الدرجات على الفاضي ركز ركز لا انا فجرت عشان اروح حق ماو شي طالعني لحقهم صار ساعة يب خلصنا بعد يلا اللعبة اللعبة سريعة اللعبة سريعة زين خلاص اللي بالنص التبن ايه خلصته امشي راح حق ذاك هاد ماو لا تشد ولا كفيت لا تشد مسكين شلون مال ميج ما حطيت مال ميج انا الحين ما اطلع لك البرنسجي ها اقعد هيلك لا انت فوق انت هيني انا هيل نفسي انا هيل نفسي راح صاد يوديهم نعالج الماو ها ايه عزيز انا هيل نفسي هو يوم على نفس الجهاز صح؟ اي انا ويامي انا ويامي انا و سيزر بس انا ولورد يامي لا اللي قال لك اللايف وحاش كفو والله سعيد الكيلر هذا ايه هو قوي تو طلع على واحد فهيك لحظة وكنت مفجر الجهاز لا انت بقى هلا هلا باقي ماكينة باقي ماكينة ما هو كان ودي اشارك الماكينة مسكين نشتغل ثلاثة على الجهاز واحد نخلصه انا انقذ انا انقذ انتو خلصوا الماكينة ما هو تعال اسمح يلا يلا
تفهم ماوي اذا خلصت من الجهاز على طول راح تصير بسرعه حتى لو مو مصاب نحط اندرلين يلا انا ما ايش الفائده ماوي اخذت الشخصيه هذه ضيعت الفائده ادري ما استخدم قدراته منو هذا اللي عندي كنت ما اخذ عشان عرفت لما اطيح القاتل بس طلع الفاضي طلع لازم يصير شيء ثاني معاهم ما له شغل كنت احتاج هذيك الشخصيه الكبيره عرفتها اللي طيح القاتل امشي القاتل يلا مو شوف كاوبوي يا عم منك دوس تمشي مو قاعد تدور على نفس مكانك ضحكني والله صعب صعب روح 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 بطل الباب بطل الباب شو واحد يبكي قدامي ليون 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 انا ما ادري وين الباب الثاني جايكم جايكم انا رايح يمي اوه واخذ ليون يا ولد ما وينك؟ ورا المخش تعال تعال وراك عيدان وين رحت؟ وراك يلا تعال ماو يلا وين ماو؟ لازم لازم تيباك اطلع مو شرط التيباك والله مسخرت لا ادري شنو كيل ما جو يلا عزيز طلع يا ولد اصلا مو موجود هو ما يدري عنك وين شكله طلع من اللعبه اطلع اطلع خلاص عزيز مو موجود يا ولد يا ابن الحلال اطلع مو موجود وينه مو موجود ولا عزيز ايش قاعد تسوي؟ انا ما احب هذول اللي يوقفون يسوون تي باك خلص يلا ايش ايش عدولي لا قاعد تطولون الموضوع يعني يلا خلاص الحين المفروض ندش الجيم الثاني ليش؟ عشان صار كلر وكان يسوون كذي ما له شغل ثاني واحد ثاني واحد عزيز ساعه كامله مرة نروح نسوي تي باك كان كلر يمي ونسوي تي باك مع بعض طلعنا مع بعض شكلك تعمل هانتر يا ولد عدول يا ابي والله خط اول سي سي ايوه انت ايش تسوي بس لا هذه فاشل وين اللي قبل اخر مره قاعد ادور بيركس انا كنت استخدم بس ما ادري وين راح ما راح البيرك يا اخي ادور شكله باع فعلا موجود بس هذا لا يطلع لك الاورا حقت ال اسمه الهانتر اذا علق احد امبلا كان اسمك ريد كايندريد او شيء كذي كندريد 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 شو شكله على عينه وعليه هوك مو عين هوك هذا زين يا ولد مش هدي استخدم هذا هذا يزيد 9% يخليك يزيد سرعتك 9% عزيز اذا اشتغلت على جهاز او هيلت احد او عرفت شلون ما ادري احط طول براحتك براحتك والله براحتك ماو استخدم اللي تبي ما دامت الحين لما تسعد لك وايد شخصيات تقدر كل شوي تغير البلد عرفت مو لازم تسعد على بلد واحد انا الحين بسوي كم بلد عرفت انا مو حاط كندريد انا حاط ديجافو انا حاط كندريد زينه حيل اذا علق احد طالع وين القاتل وهي ساعدكم ينفع حق اذا مساعدت الاصدقاء ساعدت النكمه نكمه تخيل انت وين بلش بشخصيتي تشوف عيدان ها قبل امس نبلش بشخصيه لعب فيها كان يجمع لي كل مره فلوس طيب اضغط لي عزيز يلا بس قاعد اطور شخصيتي يا طول طول اي شغل على ما يلقى واحد خاب بعدين ما اقدر هذا ابرب ثوني يلا لك تروح ها
خلاص على بطوش استدعى ما تروح.